فكر في واجبك كما تفكر في حقك، واعمل طلبا للإتقان لا طلبا للشهرة والجزاء، ولا تنتظر من الناس أكثر مما يحق للناس أن ينتظروا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم إن شاء الله ستكون قصة قصيرة بعنوان A Jury of Her Peers. A Jury of Her Peers يعني هيئة محلفين من نظيراتها للكاتبة الأمريكية سوزان جلاسبيل. سوزان جلاسبيل ولدت في الأول من يوليو الأول من يوليو 1876 وتوفيت عام 1948 تحديدا في 28 من يوليو 1948. كانت صحفية وروائية وممثلة وكان لديها فرقة مسرحية. القصة كتبتها عام 1917 وهي مبنية على أحداث حقيقية، ولكن كتبتها قبل أن تكتبها في قصة قصيرة، كتبتها في مسرحية من فصل واحد في عام 1916، ولكن لم تنشر المسرحية مباشرة، ولكن تم تمثيلها مباشرة في نفس العام. المسرحية نشرت بعد نشر القصة القصيرة في العام التالي 1917، وبعد النجاح الذي حققته نشرت المسرحية بعد نشر القصة بحوالي 3 أشهر. القصة تعد من بواكير الأعمال الأدبية للحركة النسوية التي تعبر عن الحركة النسوية، لأن الكاتبة سوزان جلاسبيل في ذلك الوقت كانت صحفية وكانت تغطي أحداث المحاكمة التي أجريت لسيدة تدعى مارغريت هوسك، اتهمت بقتل زوجها جون هوسك. فهي تأثرت بحالة وبموقف تلك السيدة وكتبت القصة مبنية على هذه الأحداث. القصة باختصار بتبدأ في منزل مزارع. هذا المزارع اسمه لويس هيل، وزوجته مارثا هيل. زوجته مارثا هي الشخصية الرئيسية في القصة. كانت في المطبخ ويعني تطبخ، واستدعي زوجها، يعني جاء الشريف اللي هو عمدة المزرعة، عمدة البلدة كلها، جاء لاستدعائه لأخذ أقواله في مقتل جاره اللي هو جون رايت، مستر جون رايت، ورايت بتكتب W R I G H T، مش R I G H، لا W R G H T، W R I G H T، فلأنه كان زاره بالأمس واكتشف موته. فالمهم وقال له إن هناك محاميا هناك في انتظارهما، هو جورج هندرسون، هذا محامي عام كان ينوي مقاضاة تلك السيدة زوجة جون رايت، ميسيس اسمها ميني رايت، ميني هذا اسمها الأول، فهي تدعى أو تسمى ميسيس رايت، يعني مدام رايت، واسمها قبل الزواج كان ميني فوستر. ميني فوستر بعد زواجها أخذت اسم زوجها فأصبحت ميني رايت. المهم الشريف العمدة يقول لمستر هيل بأن زوجته، زوجة العمدة يعني، زوجة العمدة اللي اسمها الأول لم يذكر، فهي على طول تذكر بميسيس بيترز. ميسيس بيترز قال له إن زوجته، إن زوجته سوف تحضر التحقيقات، وهي كانت، ودي كانت يعني من الحاجات النادرة جدا إن سيدة تحضر مثل هذه التحقيقات، لأن المرأة في ذلك الوقت لم يكن لها أي مكانة اجتماعية ولم تكن تعطى أي أهمية. والقصة أحداثها بتدور في عام 1900،
فالمهم فزوجة العمدة طلبت ان زوجة مستر هيل تحضر هي الاخرى يعني كي تأخذ بأزرها يعني. فبالتالي فعلا المزارع وزوجته مزارع لويس هيل وزوجته مارثا هيل ذهبا مع العمدة الى البيت جارهم، وهناك وجدوا بالفعل المحامي هندرسون جورج هندرسون، وبدأ في سرد أحداث ما حدث بالأمس. فقال لهما بأنه جاء لزيارة مستر رايت جون رايت، فوجد زوجته ميني رايت وجالسة على كرسي هزاز وفي حالة وجوم وصمت، فحياها فوجد وجوما عليها، سألها عن زوجها يعني هو هل يمكن أن أرى زوجك؟ فترد عليه قائلة لا، فيسألها عن السبب لماذا، فتقول له لأنه قتل، فيسأل قتل كيف، فتقول له بمنتهى الهدوء ومنتهى اللامبالاة، تقول له بأنه تم خنقه بحبل وهو نائم. فيسألها من الذي خنقه؟ تقول لا أدري. كيف لا تدري؟ ألم تري القاتل؟ لا، أجابت. فيسألها كيف وأنت كنت نائمة بجواره يعني؟ فتقول يعني أنا حين أنام في يعني أنا منوما عميقا. فكان معه في ذلك الوقت ابنه، وكان ابنه في الخارج ينتظره لأنهما كان ينويان الذهاب إلى بلدة أخرى لشراء أشياء. فطلب من ابنه نداه وطلب منه أن يأتي معه ليصعد إلى الطابق الأول، وبالفعل سيصعدان معا ويريان جثة زوجها وزوجها جون رايت قتيلا في الفراش، فيبلغ العمدة، فحكى للمحامي وللعمدة كل ما حدث، وقال لهم بأنه يعني سبب الزيارة أنه كان يحاول إقناع مستر رايت بإدخال خط التليفون، وهو حين قال هذا لزوجة رايت مستر رايت ميسيس رايت حين أخبرها بهذا ضحكت يعني لما قال لها أنه جاي عشان يقنع زوجها بإدخال تليفون خط التليفون ضحكت بلا مبالاة يعني. وأثناء التحقيق قال إن بدأ عليها الفزع، وبعد كده سحب كلامه وقال يعني مش الفزع أو يعني. المهم المحامي والعمدة ومستر هيل بدأوا في تفتيش المنزل، كانوا جميعا واقفين في المطبخ، فألقوا نظرة سريعة خاصة المحامي الذي يعني كان يتحدث مع السيدتين باستخفاف وباستهانة يعني، فطلب منهما أن يبقيا في المطبخ وأن يخبراهما بأي شيء أو أي دليل يجدانه، لأنهم كانوا يبحثون عن أي دليل أي دافع يعني any motive أي دافع للجريمة يعني. المحامي كان يريد إدانة الزوجة مدام رايت ميسيس رايت ميني رايت، كان يريد إدانتها، ولكن يريد دافعا، ما هو الدافع؟ لماذا تقتل زوجها؟ كان يريد فقط أي شيء يدل على حالة من الغضب، إن كان في غضب بينها وبين زوجها، في مشاكل بينها وبين زوجها. فنجد بقى إن السيدة مدام هيل ديت ميسيس هيل كانت تحاول أن يعني كانت مشفقة على 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 المرأة ميني رايت، وسنعرف فيما بعد لماذا.
فالمهم سنجد أن هذا المحامي هندرسون كان يتحدث معهما باستخفاف ويقول لهما إن وجدتما أي شيء فأخبرانا به فقط ونحن يعني سنتصرف ونحاول نفهم ما الذي يحدث. وسيصعدان إلى الطابق الأرضي ويتركان السيدتان، والسيدتان السيدة الثانية كانت زوجة العمدة، فكانت متحفظة جدا لأنها زوجة العمدة ممثل القانون يعني. ولكن سنعرف أن ميسيس هيل جارة ميسيس رايت المتهمة بالقتل كانت صديقتها لمدة 20 عاما، يعني تعرفها منذ أكثر من 20 عاما، ومنذ أكثر من 20 عاما لأن ميسيس رايت تزوجت حوالي 20 عاما وهي كانت تعرفها منذ المدرسة، وأخذت تحكي عنها وأنها كانت فتاة مرحة وكانت مليئة بالحيوية والبهجة وترتدي ملابس نادرة يعني فيها بهجة وفرحة، وكانت تغني في الكوار وكان صوتها جميلا وكانت تحب الغناء، وأخذت تقول إنها بعد الزواج تغير الحال تماما وأصبحت more introvert انطوائية على نفسها لا تتحدث، وملابسها أصبحت ملابس شابي، ملابس كده مهلهلة وبسيطة، وهي يعني قالت بأنها لم تزورها لأكثر من عام، وهي قالت بأنها فعلا نادمة على هذا. فنعرف على طول أن ميسيس هيل متعاطفة جدا معها وتريد مساعدتها بأي شيء، ولكن كيف؟ فهي كانت تحاول عدم العثور على أي دليل إدانة أو دليل على الدافع، يعني يظهر الدافع ولو حتى أي دليل يدل على أنه كان هناك حالة من عدم الوفاق بينها وبين زوجها القتيل. في البداية كانت ميسيس بيترز زوجة العمدة كانت متحفظة كما قلت لأنها ممثلة القانون، وقالت لها القانون هو القانون، the law is the law، القانون هو القانون. فمع الكلام بينهم من بعض بدأت فعلا يعني تأخذ صف ميسيس هيل ويعني تميل إلى رأيها، والرجال يعني ثلاثة سينزلون من الطابق الأول لم يجدوا شيئا ويجدون السيدتين يعني ما زال في المطبخ. فالمحامي ينظر إلى المطبخ ويقول يعني مطبخ رديء جدا وقذر وغير مرتب، والسيدة هيل ترد عليه دايما تحاول أن تجد الأعذار، يعني ده من البداية أصلا يعني يقول مطبخ رديء ويسحب مثلا الفوطة لكي ينشف يده يجفف يده. فتقول له يعني من الصعب الإبقاء على نظافة المطبخ طوال الوقت، وخاصة أن زوجة أي مزارع تكون دائما مشغولة، ويعني تلقي بالكلام عليه فتقول يعني أيضا أيادي الرجال ليست دائما نظيفة، يعني في إشارة إلى أن أيدي المزارع اللي هم كانوا يعيشون في مزرعة، يعني فأيدي المزارعين دائما في عمل فلا يمكن الاحتفاظ بها نظيفة طوال الوقت. بالمثل أيضا المطبخ، مطبخ السيدة التي زوجة المزارع دائما تكون في حالة انشغال وعمل دائم، فشيء طبيعي يعني. فالمهم أيضا وهم في البحث سيجدون بعض القصاصات زي التريكو كده عندنا، زي فاكرين عارفين التريكو اللي بتعمل ده، القصاصات كده من القماش كانت السيدة ميسيس رايت مدام رايت كانت تقوم بغزلها وبعد ذلك تجمعها مع بعض وتعمل لحاف يعني اسمه كويلتين. فوجدوا بعض هذه القصاصات المربعة وكانت جميلة وأثنوا عليها، فلما المحامي جه شاف القصاصات دي أيضا بدأ في يعني سلسلة من السخرية، يعني يلقي بعض التعليقات الساخرة، كويلتينج هو
يعني ده اللي كانت مشغولة بيه، أو أيضا وجدوا بعض الفاكهة بتاعتها اللي كانت بتعملها مربى تحفظها في برطمانات. وكانت قلقانة، يعني زوجة العمدة قالت انها ليلة الامس كانت قلقانة على الفاكهة بتاعتها دي او المربى بتاعتها دي لتكون باظت. فيجي المحامي يقول هو ده كل اللي شغلها، يعني هي يعني متهمة بقتل زوجها وهو ده كل اللي شغلها. ويقول ايضا السيدات يعني لا يهتممنا إلا بالتفاهات والأمور الصغيرة وكده. الحاجات دي كلها يعني سنحللها سريعا فيما بعد، إنما أنا بنقول لكم الحوار سريعا كما حدث. المهم الرجال سيصعدون مرة أخرى إلى الطابق الأول، قبلها يعني سيسأل السيدة ميسيز هيل على هذا الغزل. يعني الغزل نفسه هو اسمه كويلتينج، ونوت اللي هو كي ان او تي يعني العقدة، بعد ما بتتم نهاية الغزلة اخر غزلة بتتعمل خد الابرة دي بتتعمل عقدة عشان الحبل ما الخيط ما يتفكش. فكانوا هم داخلين كانوا بيتكلموا السيدتين، كان تتكلمان عن ما إذا كانت ميسيز رايت كانت ستعقد. دي مهمة جدا يعني للناس اللي عايزين يفهموا القصة، يعني تفاصيل القصة، ما كانت ستكمل في الغزل أم كانت ستتوقف وتعقدها. فهو لقط الكلمة دي وسأله هي كانت هل ده بتعمل الغزل ولا بتعمل العقدة، وبيقولها بسخرية أيضا. وصعد الرجال للطبق الأول لاستكمال البحث لأنهم لم يجدوا شيئا يعني ذا قيمة في المطبخ. فميسيز هيل بطلة القصة مارثا هيل يعني ستلاحظ في المربعات اللي اتنسجت ديت ان الخياطة والغرز كانت ميسيس بيتر زوجة العمدة هي اللي لاحظت ان في البداية الخياطة كانت منسقة جدا وواضحة ومنظمة وجميلة، وفي الاواخر كده الخياطة الغرزة بدأت تطلع وتنزل يعني في حالة من الاضطراب. فده يدل على ان السيدة رايت ميسيس رايت مدام رايت وقت ما عملت الغزل الاخير دوت وايديها خرجت عن الخط السليم كانت في حالة مضطربة. فلما ميسيس هيل سمعت كده اخذت هذه القطعة يعني من الغزل وبدأت تفك الخيط منها وبدأت تغزلها من اول وجديد بحيث تبان كلها منضبطة. فزوجة العمدة هتقول لها you are not supposed to do that، يعني انت مش المفروض انك تعملي كده. فهتقول لها حاجة بسيطة يعني عشان بس الخط ما بقاش، انما هي كانت في نيتها ان ما تخليش اي بادرة او اي علامة على ان في اي حالة من الاضطراب تعرضت لها ميسيز رايت. وايضا زوجة العمدة ستجد في بحثها في المطبخ ستجد ايه؟ ستجد كيج كده للبيرد، كيج قفص للعصافير، ولكنه كان خاليا والباب مفتوح، يعني واضح ان الباب اتكسر مكسور، القفل مكسور، انما البيرد مش موجود، العصفور مش موجود. فميسيز هيل هتقول لها ربما القطة سرقت العصفور وجريت. ايضا مش عايزة تقول تجعل اي في تفسير لغياب العصفور له اي علاقة بتوتر ميسيز رايت اللي كان واضح من خلال هذا الغزل ومن خلال حالة المطبخ. حالة المطبخ في حالة مزرية، في حالة يرثى لها، دليل انها كانت في حالة متوترة وكان في دقيق وحاجات كده، يعني كان حالة المطبخ مش مرتبة. فأثناء بحث زوجة العمدة وهي بتفتح صندوق لقت صندوق كده جميل، شكله جميل، ففتحته لقت رائحة نتنة فاحت من
الصندوق. فيعني كتمت أنفاسها، وبعد أن فتحت وجدت لفافة بداخل الصندوق، بعد أن فضت اللفافة من الحريق، بعد أن فضتها وجدت عصفورا من الكناري، عصفور كنارية ميتا، ولاحظت أيضا أن رقبة العصفور ملتوية يعني مكسورة، في حد قطع كسر عنق العصفور عنوة. فالسيدتان نظرتا لبعضهما البعض، وكان واضح طبعا ميسيس هيل قالت يعني وفهمت ان اللي قتل العصفور ده هو زوج ميسيس رايت، جون رايت هو الذي قتل هذا العصفور. وقالت بان لانه لم يكن يتحمل الغناء، وكانت السيدة زوجته اللي هي رايت، كانت ميسيس رايت كانت تحب الغناء، وأنها هي كانت كالعصفورة، كمثل هذا العصفور، هو ده العصفور، هو الشيء الوحيد الذي كانت يعني تملكه. وحين قتل هذا العصفور فكأنه قتل روحها هي. فطبعا ده كان دليل على أن في حادثة شديدة حدثت بينهما، بين جون رايت وبين زوجته، وأن هذا الذي أدى إلى قتلها له. ولكن ليس هذه الحادثة فقط، ولكن طبعا يعني السيدتان كانتا متعاطفتين معها، لأنهما كانا يعرفان، خاصة ميسيس هيل كانت تعرف تماما كيف أن زوجها اللي هو القتيل كان يعامل زوجته ميني رايت، كان يعاملها بمنتهى القسوة والوحشية. He was an abusive husband، كان زوجا يعني عنيفا معها، ويعني يتعامل معها بلا رحمة. فكل هذه التراكمات جعلتها تقرر قتله في النهاية. وحين بدأ الرجال ينزلون من الطابق الأول، أسرعت السيدتان بإخفاء يعني سوكة العمدة، لم تكن تدري ماذا تفعل بالعصفور وبالصندوق. ولكن السيدة هيل بمنتهى السرعة أخذت العصفور والصندوق ووضعتهما في جيب معطفها الواسع قبل أن يرى الرجال أي شيء. وحين نزل الرجال قال المحامي هندرسون بمنتهى جورج هندرسون بمنتهى الاستخفاف أيضا، هل عرفتما ماذا كان قرارها؟ هل كانت ستستكمل الغزل أم ستعقدها؟ وكان بيقول لهم اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ فميسيس هيل قالت له، ردت عليه وقالت له We call it not it. يعني نحن نسميها نعقدها. Not it هنا K-N-O-T. خلوني أشرح، والقصة انتهت كده، دي كانت آخر جملة في القصة. على طول كده قبل ما انسى، كلمة نوتت هنا زي ما قلنا K-N-O-T بمعنى يعقد، يعمل عقدة. وفي نفس الوقت النطق بتاعها نوتت يعني نوت إت، كأنها في نفس نطق N-O-T ليس هي. فالكلمة نفسها لها مغزى، إن هي السيدة ميني فوستر ديت أو ميني رايت اسمها بعد ما أخذت اسم جوزها، يعني كأنها قررت ألا تكمل في الغزل، بمعنى ألا تكمل في حياتها البائسة هذه، وأن تضع حدا لها، أن نوتت بمعنى تعقدها، تربطها، تربط حياتها، يعني تضع حدا لحياتها. فالجملة يعني لها مغزى ورمزي كبير. القصة كما يعني رأينا تتحدث عن معاناة المرأة في بداية القرن العشرين، المرأة الأمريكية، وأنها لم يكن حتى من حقها أن تكون في هيئة المحلفين إلا في عام 1940. حتى عام 1940 هناك بعض الولايات في أمريكا لم تكن تسمح للمرأة بأن تكون من هيئة المحلفين التي تمثل المجتمع، يعني الكوميونيتي. وطبعا يعني لم كان دائما يستخف بها، يعني على سبيل المثال في حوار القصة المحامي دائما كان يقول لهم أكثر من مرة، يعني إن رأيتما أي دليل
أو أي شيء على وجود أنجر غضب بين ميني رايت وجون رايت أخبرانا به، يعني وكأنهما كأن السيدتين ليستا مؤهلتين للتفكير والاستخلاص النتائج من الدليل لو وجدت أي دليل. كل ما عليهما أن إن وجدت أي دليل أن يخبر الرجال بهذا الدليل، وهم والرجال سيتصرفون ويفكرون ويستخلصون النتائج من المقدمات وكل شيء. فالقصة تتحدث عن الباترياركال سوسايتي، المجتمع الذكوري، وكما قلت هي من بواكير الأعمال الأدبية التي تمثل الحركة النسوية. من المواضيع اللي بتطرحها الجندر رول، دور المرأة في المجتمع ودور الرجل في المجتمع، وكيف أن الرجل يتحكم في كان يتحكم في المرأة في ذلك الوقت. وأيضا بتتحدث عن الولاء، الولاء، وهل يعني على سبيل المثال ولاء السيدة هيل ديت وزوجة العمدة، يعني بعد أن اكتشفت بعض الأدلة، يعني على سبيل المثال دليل هذا الصندوق والعصفور الكناري المقتول، هذا الدليل لو أخبرت به الرجال والمحامي كان سيكون دليلا قاطعا على قتل تلك السيدة، لأنه سيوضح أنه كان في خلاف بينها وبين زوجها وما إلى ذلك، ولكنهما أخفيت هذا الدليل. فهذا أيضا القصة تطرح يعني سؤالا، إن وقع المرء في موقف كهذا وهذا والشخص يتعاطف مع الشخص المتهم حتى بعد أن يعلم بأنه متهم، هل يوضح كل الحقائق للقانون ويترك العدالة تأخذ مجراها، أم يخفي الدليل تعاطفا مع بني جلدته وبني جنسه؟ فالمرأتان تعاطفتا مع السيدة المتهمة مدام رايت، تعاطفتا معها رغم علمهما بأنها هي القاتلة الحقيقية، هي التي قتلت زوجها، ولكن لأنهما يعلمان حجم المعاناة التي عانتها ومرت بها من زوجها، فأشفقتا عليها وقررتا أن تخفي دليل اتهامها ودليل إدانتها. فأيضا القصة تتحدث عن هذا الأمر، يعني أيهما أفضل، الولاء للقانون واتباع القانون أم خداع القانون من أجل الشفقة على المتهم حين نعلم أنه مر بظروف غير طبيعية. القصة مكتوبة بأسلوب الثيرد بيرسون، الضمير المخاطب، الضمير الثالث ثيرد بيرسون، وهي السارد أومنيسينت، يعني لا يخبرنا بتحركات الأشخاص أو تحركات شخصية واحدة، ولكن أيضا يستطيع أن يخبرنا فيما يفكر الشخصيات الأخرى، أيضا في الأفكار التي، ويعطي تعليقات حتى على أقوال بعض الشخصيات. القصة أيضا من الرموز اللي ممكن نقولها، زي ما قلت رمز العصفور ده، هذا العصفور في العادة، أي بيرد في العادة بيكون رمزا لروح الإنسان، ولكن في القصة هنا هذا العصفور الكناري المقتول هو رمز للسيدة ميسيز رايت نفسها، ميني رايت، وغناؤه رمز لغنائها وبهجتها، وقتله رمز لقتل روحها هي. المقعد الهزاز، the rocking chair اللي كانت تجلس عليه، أيضا رمز لحياتها،
حياتها كانت هزازة، غير مستقرة، متقلبة. وأيضا هذا المقعد الخالي كان في منظر كده، مشهد له وهو خالي، أيضا يعني يمثل حياتها الفارغة. وأيضا اسمها نفسه، اسمها أيضا فيه رمزية، يعني هي اسمها ميني، ميني M-I-N-N-I-E، ميني M-I-N-N-I-E. ويعني كما تلاحظون النطق ميني، معنى كأنه M-I-N-I، ميني، ميني بمعنى قليل، M-I-N-I يعني قليل، إنما هي اسمها M-I-N-N-I-E، نفس النطق. وكأنها هي قليلة الشأن، يعني كأنها من اسمها، يعني كل إنسان له شيء من اسمه، كأنها هي قليلة الشأن وبلا قيمة. ده سريعا كده يعني عرض لأحداث القصة ورموزها ومواضيعها. وكما قلت، القصة بتتحدث عن وضع المرأة في المجتمع، وكيف أن المرأة كانت مضطهدة في مجتمع ذكوري، مجتمع أمريكي وفقط يعني. ولكن يعني أن في حاجة لفتت نظري في القصة، كانت الكاتبة يعني تشير للرجال الشخصيات اللي في القصة، يعني العمدة مستر بيترز والمزارع مستر هيل، كانت تشير إليهما يعني مثلا زوجة العمدة اسمها ميسيس بيترز يعني مدام بيترز، كانت تشير للعمدة بقى إيه؟ تشير لي بأنه ميسيس بيترز هازبند، يعني زوج مدام بيتر. طب مين هو زوج مدام بيتر؟ ما هو مستر بيتر نفسه. نفس الحكاية مع هيل، تشير إليه بأنه ميسيس هيلز هازبند، يعني زوج مدام هيل، هو ما تقول عليه مستر هيل. فده يعني أنا لو أنا سأنظر بقى للقصة بنفس الحساسية، حساسية الحركة النسوية والنسويين، يعني اللائي يقرأنا كل شيء بمنتهى الحساسية، حتى يعني دمرنا اللغة الإنجليزية نفسها، اللغة الإنجليزية دمروها بسبب هذه الحساسية المفرطة. يعني سأعطي لكم مثلا أو مثلين، يعني تجد في اللغة الإنجليزية دلوقتي، أو أرجع بكم شوية، يعني نجد في اللغة الإنجليزية لو قلنا مثلا everybody raised his hand، everybody raised his hand، كل واحد رفع يده، جملة إنجليزية سليمة، وعلى مدى مئات السنين كان everybody everyone كان يشار إليها بhis. إنما طبعا الحركة النسويين الفيمينيست يعني لم يعجبهم هذا الكلام، فاللغة تغيرت، طريقة الكتابة بقى تغيرت لإيه؟ Everybody raised his or her hand عشان يتجنبوا الـ his ديت لوحدها، لا، رفع يده أو يدها، مش معنى يعني. وطبعا يعني clumsy، يعني طريقة غبية في الكتابة، طريقة سخيفة، يعني اللغويين في اللغة الإنجليزية لا ينصحون بها، طريقة سخيفة، لكن كتير بيكتبوها علشان يرضوا، كي يرضوا النسويين. رفع يده أو يدها، everyone كل شخص رفع يده أو يدها، سخيفة، طريقة سخيفة في الكتابة. لا، والجديد بقى دلوقتي إن لا، عشان يتجنبوا أيضا هذه الطريقة السخيفة، فبقى اللغة بقى يقولها everybody raised their hands، their hands، everybody raised their hands، their، يعني everybody، body بتكلم على الشخص واحد، بتكلم الشخص واحد، كل شخص على حدة، بعد كده يشير لكل شخص على حدة بالأيادي كلها.
طريقه غير لوجيكال يعني. لا ودي بتبان بقى مصيبتها اكتر بقى في ايه، لما اقول لك مثلا ايه يقول لك مثلا جمله the artist مثلا، يعني بحاول ألف جملة من دماغي بس النوعية دي من الجمل موجودة بكثرة. يقول لك مثلا إيه the artist endeavors to please their fans. ده تخلف عقلي بقى، إنما هم بيكتبوا بالطريقة دي. يعني مثلا أنا بحاول الجملة اللي أنا ألفتها دي، يقول لك الفنان the artist endeavors يعني يبذل كل طاقته وجهده to please كي يسعد المفروض his fans. وhis هنا المفروض تشمل الرجل والمرأة لغويا، تشمل ده على مدى، أنا بتكلم عن اللغة الإنجليزية على مدى مئات السنين ورا. هنا his هنا كانت تعني الرجل والمرأة، بل أن كلمة رجل نفسها مان كانت تعني تشمل الرجل والمرأة في من أكثر من 400 سنة يعني. فلا دلوقتي غيروها بقى، تقرأ إيه the artist رجل الواحد الفنان الواحد the artist endeavors ويتحط اس، يعني دليل ان الفعل بيتكلم عن فرد واحد مش عن جماعة. endeavors to please their fans، وبعدين يرجع بقى بدل ما يقولوا his fans وعشان يتجنبوا his or her fans لقيت بقت their fans. ده تخلف عقلي حقيقي، تخلف عقلي، ولكن ارضاء للنسويين اللي طبعا الحركة النسوية دلوقتي لم يعد لها وجود حقيقي لانها استنفذت اسباب وجودها، لانه الان لا يوجد عمل يقوم به الرجل ولا تستطيع المرأة او ليس من حق المرأة ان تقوم به. فالفيمينيزم كحركة خلاص استنفذت وجودها بدليل انها الان تحولت الى evolved into other literary movements and literary theories، تحولت الى نظريات اخرى يعني لم يعد لها قيمة في ذاتها لدى النقاد انفسهم، يعني باستثناء بضعة نقاد وناقدات يعني ما زالوا وما زلنا نسويين ونسويات فيمينيست. في عصرنا الحاضر الحركة النسوية توحشت وأصبحت فاندامنتاليست، أصبحت إكستريميست، أصبحت فعلا هارد كور، أصبحت متطرفة جدا. أصبح الحركة النسوية في عصرنا الحالي ليست كالحركة النسوية في بدايات القرن العشرين. الحركة النسوية في عصرنا الحالي هي حركة متوحشة، حركة مدمرة للمجتمع، حركة تجعل الرجل عدوا للمرأة، حركة تجعل هناك صراع بين الرجل والمرأة، يا إما أنا وإما أنت. هذا له آثار مدمرة على المجتمع، وأصبحت رغبة وشهوة المرأة في الوصول إلى السلطة والقوة والسيطرة أصبحت لديها، يعني أصبحت رغبة متوحشة فعلا، على رأي اسم الفيلم مش عارف لمين، رغبة متوحشة، رغبة المرأة في السيطرة أصبحت هي هاجسها الأول، وأصبحت أهم شيء في حياتها. فطبعا كل هذا يعني تطرف، والتطرف في أي شيء مرفوض. فالحركة النسوية في بدايتها التي كانت تدعو إلى حقوق المرأة دي، ده شيء جميل في بدايات القرن العشرين، وشيء نتفق معه فعلا، لأن حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر يعني تقريبا عام 1876 إن لم تخني الذاكرة، يعني تم إصدار قانون في أمريكا يعطي المرأة الحق في التصرف في ممتلكاتها. يعني لو واحدة ورثت قطعة أرض لا يحق لها أن تبيع هذه الأرض إلا بتوقيع زوجها أو بتوقيع أخيها أو ابنها الأكبر، رجل من بيتها أو عمها أو خالها، أو لابد من توقيع رجل من أسرتها.
لا تستطيع أن تبيع أي شيء من ممتلكاتها، وهذا قانون أصدر بـ 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 يعني هذا كده عنوانه يعني حق المرأة في بيع ممتلكاتها بنفسها، يعني تقريبا عام 1876، ممكن سنة فوق سنة تحت، حاجة زي كده يعني لم تخن الذاكرة. فحتى ذلك الوقت شوف المرأة لم يكن لها أي حقوق، والمرأة لم يكن لها كما قلت في بداية الحلقة لم يكن لها الحق في أن تكون ضمن هيئة المحلفين في كثير من الولايات الأمريكية حتى عام 1940. فنعم الحركة النسوية التي تدعو لحقوق المرأة نعم نؤيدها، والإسلام أعطى المرأة هذه الحقوق منذ أكثر من 1400 عام، ولكن الحركة النسوية في عصرنا الحالي لا تتكلم عن هذه الحقوق. الحركة النسوية في عصرنا الحالي تتمحور حول سيطرة المرأة على المجتمع، سيطرة المرأة على مسألة نفوذ وسيطرة وقوة وحب تسلط، وهذا وجعل الرجل عدوا للمرأة، وأن يعني ينا ينت. فهذه هي الحركة المتوحشة، حتى إن هناك الكثير من السيدات يرفضن هذه الحركة النسوية لأنها فعلا فقدت مصداقيتها وفقد doesn't stand on a solid ground anymore، يعني لا تقف على أرض صلبة anymore. يعني فيعني ده كده عرضي السريع لهذه القصة، قصة يعني مهمة بصفتها باكورة من بواكير الأعمال الأدبية التي تتحدث عن المرأة واضطهادها وما إلى ذلك. يعني أتمنى أن أكون وفقت في عرضها. والحاجة الأخيرة اللي ممكن أقولها تكون فاتتني، يعني إن القصة يعني تشير إلى أن الرجال في القصة كانوا، المحامي كان يعني سنوبش وأرجنت ومتعجرف ومتكبر يعني على المرأة، لم يستطع أن يحل القضية، والسيدتان يعني اللتان ادعيتا وتظاهرتا بالجهل استطاع حل القضية وعرفتا من القاتلة. ولكن أنا شايف أيضا إن القصة لو أنا سأنظر إليها أيضا من وجهة نظر يعني رجل حساس كده لكل حاجة، القصة أيضا يعني تذري من وضع الرجل، يعني تظهر الرجل بوضع بشكل، أو ممكن نقول إن هو فعلا الوضع والرجل وقتها كان فعلا بهذا الوضع، وده تصوير واقعي. أوكي، ما عنديش مانع إن أنا أقبل الكلام ده، إحنا ما عندناش هذه الحساسية المفرطة التي نراها عند كثير من النسوين، إنما الشيء الوحيد اللي لفت نظري هو الإشارة إلى العمدة بأنه زوج مدام العمدة، والمزارع هو زوج اللي هو مستر هيل هو زوج مدام هيل، لما تقولي عليه السيد هيل تقولي على العمدة السيد بيترز. فيعني كانت يعني ملاحظة يعني غريبة يعني لفتت نظر. يعني أتمنى أن أكون وفقت في عرض وشرح وتحليل هذه القصة، ونراكم إن شاء الله مع عمل آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.